بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس المنتقى ومع شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. ضيفنا يشرح هذه الأحاديث فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله وبارك فيكم. نظر لأهم هذا الموضوع فضيلة الشيخ، باب الاعتكاف، بقي حديثان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني. وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة، رواه سعيد في سننه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطستة تحتها من الدم، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه الأحاديث مكملة لأحاديث الاعتكاف التي سبقت في الحلقة التي قبلها، وفيها من آداب الاعتكاف أنه لا يعتكف إلا في المسجد الجامع، يعني المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة. وليس المراد في المسجد الجامع أنه لا بد أن يكون تقام فيه صلاة الجمعة، فيجوز أن يعتكف في غير مسجد الجمعة من المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس، ولا يضر خروجه لصلاة الجمعة لأنه لا يتكرر. وفيه أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لا اعتكاف إلا بصوم أنه ليس من باب الشرط، وأنه يشترط للاعتكاف الصيام، فإن هذا من باب بيان الأفضلية وليس من باب الوجوب. وفيه أنه لا يشترط للاعتكاف الطهارة أيضا، فلو اعتكف وهو على غير طهارة فإن ذلك لا حرج فيه في الفترات التي لا تحضر فيها الصلاة، فإذا حانت الصلاة إنه يخرج ويتوضأ ويصلي مع المسلمين. وأما قوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يريد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فهذا من باب الأفضلية لا من باب الحصر، فيجوز الاعتكاف ويشرع في كل المساجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعمم في المساجد. ولكن ذكر المساجد الثلاثة إنما هو من باب الأفضلية، وما زال المسلمون يعتكفون في مساجد الأمصار، مساجدهم في بلدانهم، ولم يكونوا يذهبون إلى أحد المساجد الثلاثة للاعتكاف فيها، وإنما هذا من باب بيان الأفضلية. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. عرفنا الشيخ صالح من خلال شرحكم الموفق بأن الاعتكاف هو لزوم المسجد. فضيلة الشيخ، هل هناك شروط لصحة الاعتكاف؟ نعم، شروط الاعتكاف أنه لا يخرج لغير حاجة، لا يخرج لغير حاجة. وكذلك من شروطه أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، لا يكون مسجدا مهجورا. وكذلك من شروطه أن يتجنب زوجته مدة الاعتكاف، بمعنى أنه لا يباشرها
وهو معتكف لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. شيخ، بالنسبة للغرفة الملحقة بطرف المسجد، هل تصح معتكفا؟ إذا كان بابها على المسجد فهي من المسجد، أما إذا كان بابها خارج المسجد فليست من المسجد. نعم. شيخ، بالنسبة لتردد المعتكف على بيته، هذا ذكرنا أنه إذا كان لحاجة لا بد له منها فلا مانع من ذلك، أما إذا كان يخرج لبيته بدون حاجة فهذا يخل بالاعتكاف. نعم. هل الاعتكاف يبطل أي أو هناك شيء مبطلات الاعتكاف يا شيخ؟ يبطل بتخلف شرط من شروطه، إذا كان في غير مسجد يجمع فيه فإن اعتكافه باطل، إذا باشر زوجته وهو معتكف فهذا يبطل اعتكافه، إذا كرر الخروج لغير حاجة فإن هذا ينقص أو يبطل اعتكافه. نعم. الشيخ صالح، يعني يجتمع البعض من الشباب في المسجد بحجة الاعتكاف ويمضون يعني أوقات طويلة بالسمار والأكل والسواليف، هل يعني هذا يصح فضيلة الشيخ؟ هذه يسمونها الاعتكاف الجماعي، وهو شيء حادث ما كان فيما نعلم السلف يفعلون هذا ويتفقون جماعة ويأتون للاعتكاف جماعة، وهذا أيضا فيه ما تفضلتم أن هذا يشغل عن الاعتكاف، لأنهم إذا اجتمعوا اشتغلوا بالأحاديث فيما بينهم وبالكلام الكثير، وقد يكون بالمزاح وغير ذلك، فالمعتكف يخلو مع ربه سبحانه وتعالى اعتكافه لعبادة الله عز وجل. نعم. ما أقل للشيخ صالح الاعتكاف وما أكثره؟ ليس له أقل ولا أكثر، هو اللبث في المسجد لطاعة الله ولو كان قليلا، وإذا كثرت مدته أو طالت مدته فهو أفضل، وقد سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر كاملة. نعم. وبالنسبة للمرأة، هل لها أن تعتكف يا شيخ؟ لها أن تعتكف، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفنا في المسجد، تضرب لهن أخبية ويعتكفنا في المسجد، لأنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد للرجل والمرأة. نعم. أيضا الشيخ صالح حفظكم الله، من عنده أولاد ويخشى عليهم وتركهم واعتكف، هذا لا يجوز له، إذا كان عنده أولاد يحتاجون إلى حضوره معهم لضبطهم وتربيتهم هذا واجب عليه، والاعتكاف سنة فلا يترك واجبا من أجل سنة. نعم. شيخ صالح، ما حجة من ذهب إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وبماذا نرد عليه؟ الحديث الذي سمعت. نعم. أنه قال: ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قلنا إن هذا ليس للحصر وإنما هو لبيان الأفضلية، لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها، ولكن لا يمنع هذا مشروعية الاعتكاف في بقية المساجد لعموم الآية، وهي قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. حفظكم الله فضيلة الشيخ، من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر هل يدخل المسجد مغرب العشرين من رمضان أم فجر الحادي والعشرين؟ هذا على حسب نيته، إن كان يريد النهار بداية النهار يدخل مع طلوع الفجر، وإن كان يريد الاعتكاف ابتداء من الليل فإنه يدخل عند غروب الشمس. نعم. ومن له عادة اعتكاف الشيخ صالح يعني سنوية ولم يعتكف في أحد السنين، هل يستحب له أن يقضي ذلك في شوال؟ الاعتكاف سنة، والسنة إذا فاتت لا تقضى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أنه لما انشغل عن الاعتكاف في رمضان اعتكفها في شوال 20 يوما، هذا لأنه صلى الله عليه وسلم له خاصية أنه إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا يلزمه ذلك. نعم.
ما معنى قوله يا شيخ إلا لحاجة إنسان؟ حاجة الإنسان مثل قضاء الحاجة بالبول أو الغائط أو الوضوء. نعم. ما نصيحتكم أول أخيرا فضيلة الشيخ في نهاية هذه الأحاديث للمعتكف، بماذا تنصحونه مأجورين؟ أنصحه أن يخلص النية لله عز وجل، وأن يشغل وقت الاعتكاف بالعبادة، وأن لا يشغل وقت الاعتكاف في النوم والكسل، ويعتبر الاعتكاف هو النوم، وكذلك لا يضيع الاعتكاف بتبادل الزيارة مع الآخرين، أو أنه يفتح بابه ولاستقبال الزوار والتحادث معهم، أن هذا يشغله عن الاعتكاف. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا الدرس من كتاب المنتقى شرح أحاديث الصيام، وكان معنا فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. يتجدد اللقاء في هذه الدروس في الحلقات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.